بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم النهاردة العصر وصلت لمطار العين في الإمارات عشان تستعد أنها تخوض ماتشين مهمين في إطار الاستعداد لتصفيات كأس العالم 2026. المنتخب هيلعب في الإمارات ماتشين وديين مع زامبيا والجزائر أيام 12 و16 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد في العين. المنتخب سافر النهاردة الصبح على طيارة خاصة وصلت أبو ظبي، وكان معاهم طبعا على الطيارة المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيكتوريا، ورئيس البعثة الرسمية الحاج عامر حسين عضو مجلس اتحاد الكورة، وحازم إمام عضو اتحاد الكورة والمشرف على المنتخب. فيكتوريا اختار 25 لاعب قبل السفر بساعات، وحصل استبدال وحيد، استبعد إمام عاشور لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي بسبب إصابته، وضم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بداله، وسافر النهاردة يعني فعليا 21 لاعب من القاهرة لمدينة العين في الإمارات. في 4 لاعبين محترفين في أندية خارجية هيلحقوا البعثة على الإمارات. المباراة الأولى لمصر قدام زامبيا هتكون يوم الخميس الجاي في ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. زي ما قلت لكم المنتخب بيستعد لتصفيات كأس العالم 2026 في المجموعة الأولى، واللي هيواجه فيها منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون أثيوبيا وجيبوتي. هتكون أول مبارياته الرسمية في التصفيات قدام منتخب جيبوتي يوم 13 نوفمبر الجاي، بعدها سيراليون يوم 18 إن شاء الله. طبعا يعني كل تمنياتنا بكل التوفيق لمنتخب مصر ولنجوم الكرة المصرية اللي يعني نفسي بقى يشرفونا جامد كده، ويعني نفسي بقى يبقى في إنجازات كروية. يعني الكرة واخدة مننا كل اهتماماتنا، كل الناس أكتر رياضة بنهتم بيها في مصر الكرة، ولكن هي ربما تكون هي أكتر رياضة بتعمل لنا إحباط. فعشان نبعد عن الإحباط محتاجين إنجازات تليق بالكرة المصرية وتاريخ الكرة المصرية، وتليق باسم مصر، تليق باسم اللعيبة الكبار. فيعني بعد إذنكم بقى يعني إيه مرة كده فرحونا. طيب بعد الفاصل لأول مرة في تاريخ مصر تركيب أول قطعة نووية في محطة الضبعة، حدث مهم في تطور مجال الطاقة. هنحاول بعد الفاصل نعرف الكثير من التفاصيل عنه مع ضيفنا الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً.